قبل أسبوعين من نشر هذا الفيديو كلنا سمعنا الأحداث والأخبار اللي بدأت بهجوم المقاومة على إسرائيل واللي ألحق الضرر كبير ومرعب في صفوف الكيان الصهيوني. لكن هذه ما كانت الحرب الوحيدة اللي تضررت منها إسرائيل، بل كان في جانب ثاني يسمى بالحرب السيبرانية. وبدأت هذه الحرب على إسرائيل من أول هجوم من المقاومة، ومن وقتها والقراصنة العرب بلشوا يتجمعون ويناشدون كل حلفائهم لحتى يوجهون ضربة سيبرانية قاضية باتجاه إسرائيل، ويدخل على خط فجأة هاكرز روسيا وينضمون لجانب فلسطين. وهنا تبلش تصير الأحداث المرعبة. هذه الأخبار اللي راح أشارككم إياها اليوم تم نشرها وتوثيقها من أكبر المواقع الأخبارية وحتى من نفس مواقع اليهود، وراح نشوف برضو بحلقة اليوم آخر اختراق سووه هاكرز مغاربة لقنوات إسرائيلية وبثوا من خلالها كلام عربي على البث المباشر، فراح نعرف جميع هذه الأخبار والأحداث بحلقة اليوم. وكمان راح نعرف إيش يعني حرب سيبرانية وكيف كان تأثيرها فعلا مرعب وضخم. السلام عليكم، معكم أخوكم داستان، وحلقة اليوم رح نتكلم فيها عن موضوع جدا مهم. لكن قبل البدء يا إخواني، أتمنى لا تنسون أهلنا وأخواننا في غزة من دعائكم. اللهم ارحم شهداءهم وأسكنهم فسيح جناتك، واشفي جرحاهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم. قبل بداية الحلقة أنا أعتذر يا أخواني على عدم نشر أي مقطع خلال الفترة الماضية، بالتحديد الأسبوعين الماضيات ما نشرنا أي فيديو بالقناة، وذلك احتراما لمشاعر إخواننا في فلسطين وتحديدا في غزة. فلا تنساني من دعمك لهذا المقطع وانشره مع كل الناس واضغط لايك عليه، لأن هذا النوع من الفيديوهات يتم محاربته بشدة. وما نطول أكثر بالمقدمة، يلا نبدأ. قد تقع أحداث مهمة في المدى القريب، وقد نرى مزيدا من نشطاء القرصنة يحملون السلاح السيبراني دفاعا عن قضيتهم. وقد لا تكون الهجمات متطورة في الفترة الأولى، لكن في بعض الأحيان لا تحتاج لسلاح متطور لتسبب ضررا كبيرا. هذا كان تصريح روب جويس مدير قطاع الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي الأمريكية. بالبداية قبل لا نبدأ خلوني أعرفكم إيش معنى مصطلح هجوم سيبراني أو حرب سيبرانية أصلا من الأساس. الهجوم السيبراني هو باختصار هو أي هجوم أو اختراق أو سرقة بيانات تتم بشكل رقمي على الانترنت، بمعنى أي اختراق على الانترنت فهو يعتبر هجوم سيبراني. ومقابل هذا الشيء طلع مصطلح أو تخصص الأمن السيبراني، واللي بالمناسبة هذا فرع من تخصصي. فوظيفة هذا الفرع أو هذا التخصص هو حماية هذه البيانات أو الشبكات أو المواقع ضد هجمات القرصنة الرقمية. طيب كيف بدأ الموضوع في فلسطين وإيش علاقته فيها أصلا؟ بلش الموضوع من الأساس مع بداية عملية طوفان الأقصى اللي كانت من قبل المقاومة واللي صدمت كل العالم حرفيا، وبالتحديد صدمت القوات العسكرية الإسرائيلية، لأن هذا الهجوم اللي قامت فيه المقاومة دمر صورة المخابرات الإسرائيلية وخلاها مهزوزة تماما. ثم بدأت كل قنوات الإعلام العربية وحتى الغربية يتكلمون عن هذه العملية لأنها فعلا كانت ملفتة للأنظار. لكن اللي ما كانت تعرفه إسرائيل إنه هذه الحرب ما كانت فقط حرب ميدانية، بل أيضا كانت حرب سيبرانية. من أول يوم من عملية طوفان الأقصى انهالت هجمات القراصنة والهاكرز على البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بإسرائيل، وهالشيء صار بتخطيط محكم ومنظم بعد ما توحدت مجموعات من قراصنة العرب لحتى يدعمون المقاومة الفلسطينية. وبدأ الهجوم يتكثف من كل جهة ومن كل صوب لحد ما وصلوا إنهم بثوا الرعب في قلوب العدو، لأن أكدت شركة ريكوردد فيوتشر اللي مختصة بالرصد المعلومات السيبراني أكدت تزايد كبير بالهجمات السيبرانية اللي تسلطت على المواقع والتطبيقات الإسرائيلية. فأول شيء قدروا إنهم يسقطوا موقع The Jerusalem Post، وقدروا إنهم يوقفوا هذا الموقع لفترات متقطعة، واللي صدم العالم إنه هذا الموقع يعتبر من أكبر المواقع الإخبارية الإسرائيلية. وتم إسقاط هذا الموقع على يد مجموعة من الهاكرز المشهورين باسم أنونيموس السودان، واللي تعتبر حاليا واحدة من أخطر مجموعات الهاكرز العرب في العالم. وسبب شهرة وخطورة هذه المجموعة من الهاكرز يرجع لأفعالهم السابقة في هذا المجال، لأنهم تجرأوا سابقا بمهاجمة أكثر من دولة منها فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقدروا إنهم يهكروا البنية التحتية لهم في جميع قطاعاتهم تقريبا، مثل مجال الخدمات المالية والنقل والصحة، وقدروا إنهم فعلا يأثروا عليها تأثير ضخم جدا. لو كمان شنوا هجمات سيبرانية ضد شركات تقنية كبيرة مثل مايكروسوفت وتويتر وبيبال. والصدمة إن الهجوم اللي صار على إسرائيل ما كان فقط من أنونيموس السودان، بل تخيلوا إنه كان معاهم كمان مجموعات ثانية من الهاكرز العرب مثل فرقة
أشباح فلسطين وأنونيموس المغرب، وتخيلوا أنه هذا كله كان قبل ما القراصنة الأجانب كمان يدخلوا للخط ويعلنوا مساندتهم لفلسطين. وهالشي زاد الرعب في صفوف قوات الأمن السبراني الإسرائيلية، لأن عدوهم في هذه اللحظة صار مجموعات متعددة من القراصنة المحترفين متوحدين مع بعضهم. وواحدة من هذه الفرق كان فريق سايبر أفنجرز، اللي قدروا أنهم يخترقوا شبكة مشغل الكهرباء الإسرائيلية بالإضافة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. والفرقة الثانية كانت وحدة النمر الإلكتروني، واللي خلال الأيام اللي فاتت استهدفت الموقع الرسمي لجهاز المخابرات الإسرائيلي اللي معروف باسم الموساد، وقدروا أنهم يوقفوا جميع الخدمات من الموقع ويمنعوا المستخدمين من تسجيل الدخول عليه. لكن من المتوقع أن الموضوع يصير أخطر في الأيام القادمة، والسبب هو أنه قراصنة أشباح فلسطين ناشدوا كل الهاكرز في العالم أنهم ينضمون لصفهم حتى يساعدوهم في خطتهم. وهنا كانت الصدمة، لأنه هاكرز روسيا دخلوا على الخط ولبوا النداء وانضموا معهم للحرب. على الرغم من استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن فريق الهاكرز الروسي المشهورين باسم كيلنت ما تأخروا أبدا بتقديم الدعم لأشباح فلسطين، مع العلم أن السبب الرئيسي اللي يخليهم يوقفوا مع فلسطين هو خيانة إسرائيل لروسيا، لأنها معروف أنها موقفة ضد روسيا وفي صف أوكرانيا. فقرروا هذول الهاكرز الروس يخلوا دعم فلسطين أول أولوياتهم بعد ما شنوا هجمات متتالية ضد المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، إعلانا منهم أن الحرب السبرانية بين المقاومة والكيان قد بدأت، وتمكنوا بوقت قصير من أنهم يشلوا حركة موقع الحكومة الإسرائيلية بعد ما استخدموا الهجوم المعروف باسم الحرمان من الخدمة واختصاره DDoS Attack. ومن خلال هذا الهجوم تقدر تسكر موقع الويب المستهدف بالكامل من خلال طوفان من طلبات الاتصال وحزم البيانات، وهالشي يعرقل الدخول من قبل المستخدمين ويصعبها عليهم لفترات زمنية معينة، وهالحركة تتسبب لقدام بخسائر اقتصادية فادحة. المرعب انه هذا كله مجرد تحذير فقط قبل ما يدخلوا باقي مجموعات الهاكرز ويساندون مجموعة كيلنت. فعلى ما يبدو في استعداد كامل لمواجهة اسرائيل في اي وقت من قبل عدة مجموعات هاكرز مشهورة، ومنها انون غوست وغوست كلاين ماليزيا وفريق بنغلاديش الغامض. لكن هالاحداث سرعت من دخول طرف ثالث لجانب اسرائيل، وهذا الطرف كان قراصنة الهند ودعموا اسرائيل بشكل كبير جدا. هالانذال صدموني والله، قاطعوهم لا تحضروا أي مسلسلات هندية. فبعد عملية طوفان الأقصى وتجمع قوات الهاكرز مع فلسطين، ما عدى وقت طويل حتى تدخلت فرقة القوة الهندية السبرانية وعطلوا موقع البنك الوطني الفلسطيني وموقع شركة الاتصالات الفلسطينية. لكن على كل الأحوال المؤشرات كلها في هاي الحرب السبرانية تميل لصالح فلسطين، لأن مجموعات الهاكرز في صف فلسطين كان عددهم أكبر. وراح أفرجيكم الآن مجموعة من الاختراقات من قبل هاكرز من المغرب، اختراقهم لبعض القنوات الإسرائيلية مباشر. ישבנו כאן במשך שנה שלמה וחשבנו שהחלוקה, כי החלוקה החברתית לצערנו הייתה ימין ושמאל, וקרה מה שקרה בשבוע. שמע, אתה יודע, אני עכשיו נשאר פה עד שנה הבאה יום יום ולמקש לך סיפורי גבורה, יהיה לך עוד תחמושת כנראה לעוד שנה. כל כך הרבה סיפורי גבורה מדהימים. وعلى كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى مع أخواننا في فلسطين، فمن عليهم. بالختام حبيت نقول لكم هذه الأخبار الحالية ونساهم وننشر أي محتوى نقدر ننشره يخدم قضيتنا قضية فلسطين بأي شكل من الأشكال وأي شيء نقدر عليه. فلا تنسوهم يا أخواني من دعائكم، وكان معاكم أخوكم داستان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.